للمزيد معي عبر الهاتف سيد محمد سند، رئيس مجموعة التفتيش الدوري والميداني بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا ومرحبا بك سيد محمد في نشرة أخبار الثالثة. هل هناك تصور أو خطة لدى الوزارة لتنفيذ توجيه مجلس الوزراء الذي صدر قبل يومين بتطوير وتنظيم إجراءات الرقابة على الأسواق؟ إن علمنا أن إجراءاتكم في الرقابة على الأسواق مستمرة ربما منذ ما قبل شهر رمضان، وهي في تصاعد خلال الفترة الماضية، كنا نتابع ذلك في الأخبار الواردة من الوزارة والتي تبثها مختلف وسائل الإعلام. بعد توجيه مجلس الوزراء، ما الجديد لدى الوزارة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عليكم السلام. مساء الخير على مشاهدينا الكرام. أمانة طبعا إدارة التفتيش خذها تقريبا سنتين ونص راقب رأس الأسعار السلع الأساسية، بس بعد توجيهات مجلس الوزراء تم اللي هو تكثيف هذه الحملات التفتيشية على صعيد مملكة البحرين. طبعا في أي تغيرات أو تطورات قد تؤثر على تدفق السلع في أسواق مملكة البحرين يتم استجابة الفورية بالزيارات الميدانية والتحقق من مدى شح سلع معينة وهل هناك في تغيير. أمانة اكتسبنا فترة الماضية تجربة وطورنا يعني إحنا وسائل الرصد بتكوين شبكة تواصل مع الموردين الأساسيين للسلع في البحرين. هل هناك في ارتفاع غير مبرر؟ يعني نتأكد من الأرصدة والمواد اللي فعلا قاعدة مدش في مملكة البحرين. طبعا الزيارات الميدانية نقومها في أوقات مختلفة كثيرة، نعطينا أبعاد أكثر دقة لحركة السوق سواء في الزيارات المعتادة أو المواسم. طبعا حركة السوق بشكل مستمر، نتأكد من الحركة مالة السوق في بعض المواد الأساسية، التصدي المبكر لأي حالات محتملة لارتفاع الأسعار. طبعا يتم رفع تقارير بشأن التغيرات المحتملة، يعني نتأكد وعندنا تنسيق عالي مع الجهات ذات العلاقة لبحث سبل تبديل هاي العوائق إذا كان في عوائق خارجية. يعني الحكومة لله الحمد تبذل مجهود لإزالة هذه العوائق. هل هناك جهات تتعاون معكم في الوزارة فيما يتعلق بالأمور ربما التي تخرج من نطاق سيطرة الوزارة أو ليست تحت مسؤولية الوزارة، ربما ما يتعلق بسلاسل التوريد، إن كان هناك مثلا ممارسات احتكارية إن وجدت أو ارتفاع في الأسعار ربما يكون ذلك من صلب عمل الوزارة؟ ماذا عن الأمور التي ربما ترتبط بشكل أكثر بجهات أخرى، هل هناك تعاون معها إن كان ذلك يؤثر على جودة البضائع الموجودة في الأسواق أو ارتفاع أسعارها بدءا من سلاسل التوريد ووصولا إلى أرفف محلات البيع بالتجزئة؟ طبعا في جهات ذات علاقة اللي يتم التعامل معها، إن كان في الجهاز الجمركي مثلا في بعض المواد الأساسية اللي تم دخولها في البحرين. نعم. أو حتى عن طريق الجسر اللي هو تسهيلها دخول هذه البضائع بشكل مستمر وسلاسة، يعني بدون أي تعطيل. أمانة يعني في جهات معنية دائما تشارك في هذه المشاركات لتسهيل وتبديل هذه العوائق. أمانة يعني شكرا جزيلا لك سيد محمد سند، رئيس مجموعة التفتيش الدوري والميداني بوزارة الصناعة والتجارة.